الحكاية غاية متعة وانسجام، هذا أول الحكاية فلنستمع للكلام. الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة بالبداية وعبرة بالختام ورحلة بالزمان ورحلة بالمكان. من البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. من البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. مزيج تلك وذاك الحكاية غاية متعة وانسجام. ما الحكاية إلا مزيج تلك وذاك الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة بالبداية وعبرة بالختام ورحلة بالمكان ورحلة بالزمان. إلى البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. إلى البحار العميقة إلى أعالي الجبال نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. كان يا مكان 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 كان يا مكان. قلت سأشرح لك كل شيء قبل أن تبدأ في طلبات قد لا أستطيع تنفيذها لك. ولكن كيف هذا؟ ألست جنيتي وتلبين كل رغباتي؟ ليس تماما. ولكني قرأت في الكتب وسمعت في الروايات والحكايات بأن الماردة أو الجنية لا يرفضون. لكل قاعدة شواذ. شواذ، فهمت. هل أتابع الحديث عن أمور هذه الجزيرة ومتطلبات وجودك فيها؟ متطلبات وجودي فيها؟ يحكم هذه الجزيرة الملك شكرون، وهو ملك طيب عادل، وكذا شعبه الذي يحبه ويجله لخصاله الحميدة. الحمد لله الذي أوقعني بين يدي هكذا ملك وهكذا شعب. ولكن يا عفرونة، هل هذا الملك شكرون سيحل مشكلتي؟ عاش الملك وشعبه حياة هادئة خالية من المنغصات، حتى أتى يوم انقطعت فيه مياه النهر شريان حياتهم. هكذا؟ وبدون سبب؟ أخشى لو أخبرتك أن يتملكك الرعب وتجبن وتطلب مغادرة الجزيرة، وهذا مستحيل قبل تنفيذ ما عليك من واجبات تجاه الجزيرة وأهلها. أية واجبات؟ ثمناً لحل مشكلتك مع الوالي. طيب، وزوجتي زليخة؟ وزوجتك. طيب يعفونا، وإذا رفضت؟ ستنتهي مهمتي في هذه المرحلة وأضطر للرحيل فوراً، وعندها ستتدبر أمورك بنفسك. ماذا؟ طيب، وإن وافقت هل تساعدينني؟ بقدر ما هو مسموح لي. نعم، اتكلنا على الله، تابع روايتك. حسنا، انظر معي واتبع كلامي. منذ زمن ليس بالبعيد، والبحر صاف لا تشوبه شائبة، والشمس ساطعة تلقي بأشعتها على سطح المياه الراكدة، ولكن نتيجة إهمال أهلها لنظافة بيئتهم تلوثت مياه البحر
ومع مرور الوقت كونت في أعماقها كتلة غريبة الشكل. أرعدت السماء فجأة، فتراكمت غيوم كثيفة حجبت أشعة الشمس. ظهرت جزيرة غريبة من قاع البحر، يعلوها قصر عجيب في شكله وموقعه. ما هذا؟ إنها أعجوبة، أعجوبة ولا شك. وبعد يا عفرونة، انظر بنفسك واسمع ما يزيدك عجبا. تعلمون أيها الإخوة أننا شعب مجهول الهوية، لا أرض لنا، ما من مكان على وجه الأرض يخصنا، حيث شكلنا أهمال سكان الجزيرة المجاورة. رفضتنا شعوب الأرض كافة، رفضتنا البشرية جمعاء، حتى قيض لنا أن نعيش في الأعماق في جوف الأرض. كان علينا أن نمضي ما قدر علينا أن نمضيه، نكتوي بنار حقدنا وكرهنا لكل مخلوق على وجه البسيطة. والآن وقد سنحت لنا الفرصة للظهور على وجه الأرض، على سطح الماء أيها الملك. إنما عنيت على سطح الجزيرة أيها الجاهل. الملك سحرون لا يخطئ يا أرنوخ. اغفر لي جهلي وتطفلي يا سيدي. أمامنا مدة من الزمن محدودة لتثبيت أقدامنا، بل ولفرض وجودنا على وجه هذه البسيطة، مستغلين جشع أهلها وقلة اهتمامهم بأرضهم. وما هذه الجزيرة التي نقف عليها إلا وهم، وهم يحملنا حتى نهاية المدة الزمنية المحددة لنا. فإذا ما أخفقنا غاصت بنا جزيرتنا هذه إلى القاع، إلى حيث كنا. في هذه الحالة ماذا علينا أن نعمل يا سيدي؟ انظروا هناك، هذه أرض مباركة يسكنها شعب طيب، لا يعرف من مكائد الحياة شيء، بسيط متواضع. ما علينا إلا أن نحكمه ونسيره وفق مشيئتنا. ما أسهل أن نغلبه على أمره، بل ما أسهل الانتصار عليه. الأصح ما أسهل ترويضه، نحن بحاجة إليه ليخدمنا، يزرع ونأكل، يعمل في صعاب الأمور ونجدي كل الخير. باختصار نستعبده ونذيبه فينا. كيف السبيل إلى ذلك أيها الملك؟ انظروا إلى تلك المياه العذبة، إنها شريان حياتهم، نمنعوها عنهم، يتضايقون في حياتهم، يتذمرون. قد يجد ملكهم لهم حلا وسطا يبدع الأنا فيه، والتزاحم على المنفعة الذاتية، فينتشر البغض بينهم، وما أسهل احتواءهم. كيف نفرج عنهم؟ ننعم عليه ليس بالماء فقط، بل بجميع متطلبات الحياة وإغراءاتها حتى يتم الأمر لنا. وكيف نمنع المياه العذبة عنهم؟ نحطهم على تلويثها، نبث فيهم عدم الاهتمام بها برمي الأوساخ فيها، فتتسمم المياه وربما تغور إلى باطن الأرض. يا الله، ما هذا؟ كما رأيت وسمعت، يا لها من مصيبة لهذا الملك الطيب وشعبه المسكين. أين هي من مصيبتك مع زوجتك زليخة؟ لا 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 يا عفونة، مصيبتي مع زليخة لا شيء البتة بالنسبة لهذه المصيبة العظمى. إذن ما رأيك أن أعيدك لزوجتك ونعتبر هذه الرحلة وكأنها منام؟ Thank you.
مشيتي. لا 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 يا عفونة، لا مشكلتي مع زليخة فظيعة، ألف سحرون ولا نصف زليخة. إذا تصبح على خير وغدا يوم آخر. ها أنت ترى يا صهري العزيز كيف أن أمورا كثيرة في هذه الحياة أصعب بكثير من حركات زوجتك زليخة. أتشرب الشاي ناعما هادئ البال وأنا ابنتك وحيدتك حبيبتك كما تدعي؟ ماذا في الأمر هذه المرة أيضا يا زليخة؟ كل الأمر، كل الأمر يا والدي. انظر، ها هو وجهي على ما هو عليه، يعني لم ينفع دواؤك البتة. الأمر يحتاج إلى وقت لشفائه يا زليخة، ولم يحن الوقت بعد. وعساكر الوالي تطاردني، تطلب زوجي مني على ما فعل ببنت الوالي. في هذه الحال ماذا أستطيع أن أفعل؟ أي شيء، أي شيء يمنعهم عني، فهو المذنب ولست أنا. إنهم يفهمون أنكما زوجان، أي اثنان في واحد. أتريدهم أن يلقوا القبض علي؟ إلى متى أستطيع مماطلتهم أو الهرب منهم؟ لم يعد هناك مجال يا زليخة، هيا إلى السجن فورا حتى يحضر زوجك. لما لا تأخذ مرجان بدلا عني؟ ولك الأجر والثواب. المطلوب هو أنت وليس مرجانة. نفذ ما طلبته زليخة. ولكن الجميع يعرف أنها جارية فركوش وليست زوجته. ها هي زليخة خلفك أيها الحارس. يا إلهي، زليختان! هيا تحرك واقبض عليها أو... لا 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 لا, لا يا سيدي لا. والآن يا والدي. نعم. ألن تعيد زوجي إلي؟ ومن يعرف أين زوجك فركوش؟ لقد اختفى عن الأبصار دون أثر يذكر أو يعرف. وهل يعجز والدي كهين سيد العارفين عن كشف ومعرفة أين يختفي زوجي فركوش؟ وهل تظنين أن أباك بكل شيء عارف؟ معنى إلا بشر يستخدم عقله وعلمه ولا يقدر على الخوارق إلا الخالق. يا إلهي، ما هذا المكان يا عفونة؟ إنه نبع الحياة العذبة لسكان الجزيرة وأهلها، أو هكذا كان. وما تراه الآن ليس إلا نتيجة إهمالهم الذي بثه فيهم سحرهم. والآن ماذا قررت يا فركوش؟ متابعة المغامرة أم العودة إلى زوجتك؟ Thank you.
اسمع يا عفونة، أرى من واجبي أن أقابل الملك شكرون وأطلعه على حقيقة الأمر، ولتكن مغامرة خيرة بإذن الله. كنت أعرف أنك ستختار ذلك، فأنت تملك قلبا إنسانيا عطوفا ورقيقا. وهل أنا وقلبي بهذه الصفات أستطيع إنقاذ هذه الجزيرة وأهلها؟ من جهتي أستطيع أن أقدم لك كل طاقتي وقوتك الهائلة. أين ذهبت؟ قوتي محدودة وموقوتة، بل ومشروطة بظروف الزمان والمكان. سأتكل على الله سبحانه وتعالى وأقابل الملك شكرون، وليكن ما يكون. طالما أنك عزمت على الله توكلت، سأساعدك بكل ما أوتيت من قوة، ولكن لابد أن أزودك بمعلومات إضافية، لا شك أنها ستساعدك عند مقابلتك للملك شكرون. هات وشنف آذاني بأرقام الدنانير التي وردت إلينا اليوم من مبيعات المياه أيها المحتسب. 127,323 درهما لا غير. أرى أن وارداتنا تتناقص هذه الأيام أيها المحتسب. لعلك تذكر يا سيدي الوزير أن الوفيات في الفترة الأخيرة قد ارتفعت بين أفراد الشعب، ليس بسبب نقص الماء فقط، بل بسبب نقص الماء والدواء لنقص مياه الري. في هذه الحال يتوجب أن تتضاعف لا أن تنقص. كيف؟ وهل يشرب الأموات يا سيدي؟ لا، ولكنهم بحاجة إلى أن يغسلوا ويدفنوا. لم أفهم. هل سمعت أن ميتاً دفن قبل أن يغسله أهله؟ وبالتالي فحاجة البيت لمياه الغسل أضعاف حاجته لمياه الشرب وهو حي. هذا صحيح، ولكن ما أدرانا أنهم ربما يغسلون موتاهم بماء البحر يا سيدي. ماذا لو طلب الملك يوماً كشف حساب الماء؟ ترى بماذا تتدبر الأمر في حينه؟ لا تقلق، هنا رصدت كل كبيرة وصغيرة من أجل ذلك اليوم، فلا تقلق يا سيدي. أحسن. والآن ما رأيك؟ في هذه الحالة ومع هذا الفساد الذي تسرب حتى للمسؤولين، أرى أنه لابد من إطلاع الملك على ما يجري. نعم، اسمع يا فركوش ولا تستغرب، عندما يسيطر الفقر وتعم الحاجة والعوز في مجتمع ما، يسود الطمع والتكالب على المصلحة الذاتية. أنا الآن أشد رغبة لمقابلة الملك وأطلاعه، ليس على الفساد في مملكته فقط، لا، بل على خطر الملك سحرون. نعم، في هذه الحال وبما أنك قررت فعليك بالذهاب إلى السوق. وحدي؟ اطمئن، سأراقبك من بعيد. اسمع، كم عدد أفراد أسرتك؟ 3 أشخاص. هاك المكيال الثالث. تفضل يا سيدي، ثمن الماء. ينقص دانقا آخر؟ لا أملك سوى ما دفعت. في هذه الحال أعد مكيالا. ماذا أسمع؟ هل رفعتم ثمن المكيال ثانية؟ إنها الأوامر يا رجل. بل هي ارتفاع في تكاليف نقل الماء وجلبه، ادفع أو لا ماء. ومن أين يستسقي أهلي؟ ارفع القضية لأصحاب الأمر إن لم يعجبك الأمر. أيها الساقي، هذا ثمن الماء، هل يكفي هذا الكيس ثمنا لكل الماء؟ تريد أن تشتري الماء كله؟ أم تريد أن تحتكره لنفسك وتبيعه بسعر أعلى؟ لا يا سيدي الساقي، في الحقيقة أريد توزيعه على الناس بالمجان. هل أنت مخبول أم تظننا كذلك؟ لا يا سيدي، لا هذا ولا ذاك، أنا فاعل خير لا أكثر ولا أقل. لا أظنني شاهدتك قبل الآن يا فاعل الخير. ولا أنا. إنه غريب عن هذا البلد. صدقت. هيا للسجن أيها الغبي. عفرونة، يقولون إلى السجن عفرونة. يا سيدي الساقي، أرجو أن تأخذوني إلى ديوان مولانا الوالي. ديوان الوالي؟ هيهات هيهات،
أمثالك مأواهم السجن أيها الغبي. انتظر يا أخي، لا يمكن أن يكون هذا ديوان الملك. أليس ليس هذا ديوان الملك؟ لا لا، إنه ديواني وستبقى هنا إلى ما شاء الله. لماذا؟ انتظر يا أخي. اسمع يا أخي، أنا رسول خير إلى مولاك، أرجوك خذني إليك لو سمحت. رسول الملك أم رسول قيصر؟ وحش، حارس وحش. ألا زلت مصرا على مقابلة الملك شكرون؟ طبعا يا عفرونة، ألم نتفق على ذلك؟ اطمئن، سأوصلك إليه. ولكن متى؟ في أي وقت تريد، ولكني أفضل أولا أن تعرف أكثر عن مهمتك هذه، وبالذات بما يخص الملك الشرير سحرون. طيب أسمعيني يا عفونة، فكل آذان صاغية، هاتي. حسنا، اسمع، أغمض عينيك الآن وافتح أذنيك جيدا، وسترى بعيني خيالك ما أقوله لك. ماذا تقولين يا عفونة؟ هل سأرى بالفعل وأنا مغمض العينين؟ نفذ ما سمعته. حاضر حاضر. الكرة هي الرصد الذي يقف عليه قصر سحرون، ومركز قوتها هو تلوث البيئة المحيطة بها، أي كلما زاد تلوث البيئة كلما زادت قوتها. أي تماما كما يفعل الملك شكرون، بل رجال شكرون. لذا وجب عليك شرح ما فهمته للملك شكرون أول الأمر. ولكن لما أنا؟ أرجوك، أريد أن أعود لزوجتي الآن. وإلا زادت قوة سحرون وامتدت يداه لتصل إلى قريتك الصغيرة أيضا. يا إلهي، إذن يجب علينا القضاء عليه قبل أن... تماما. ولكن الأمر سهل، فمحاربة تلك الكرة وصاحبها سحرون يكمن بالمحافظة على جمال الطبيعة ونظافة الهواء، صح؟ والماء، فالإهمال بما وهبه الله عز وجل لنا يوصلنا إلى حيث سحرون ورجاله. تماما، هذا عدا ما ينشأ وما يترتب من جراء ذلك من جشع وطمع وتكالب على الأموال وظلم للناس. إذن علينا بشرح ذلك للملك شكرون ليصدر فرماناته للمحافظة على بيئة بلاده، صح؟ وبذلك نكون قد وصلنا إلى منتصف الطريق. منتصف الطريق؟ لم أفهم يا عفرونة. عليك بمحاربة سحرون والقضاء عليه. ماذا؟ محاربة الملك سحرون؟ ولكنه سينتهي من تلقاء نفسه إذا ما نجح الملك شكرون بما ذكرتي. ولكن الحكاية ستكون ناقصة هكذا. حكاية؟ أية حكاية؟ حتى يسدل الستار ونقول توتة توتة خلصت الحدوتة، وجب عليك الانتصار على سحرون لتكمل الحكاية،
وينتصر الخير على الشر كما في كل رواية. لا لا يا عفرونة، لا، هذا مستحيل. أفضل العودة لزوجة زليخة وتحمل ظلمها على أن أقابل الملك سحرون هذا. الأمر ليس بيدك، أنت بطل الحكاية وعليك تقع مسؤولية البطل. بطل؟ ومن قال لك بأنني بطل؟ أنا مجرد بصل. لما لا تقومين أنت بهذه المهمة؟ لقد قلت لك إن مهمتي موقوتة بظروف الزمان والمكان، ولا بد أن تكون معي. عفرونة أرجوك، لازلت لا أفهم، لازلت لا أفهم. لا تستسلمي يا عفرونة، تابعي مهمتك رغما عنه. كيف لا أستسلم؟ إنه غبي، بل وجبانهم أيضا. أرسليه إلى الملك شكرون رغما عنه، ولا داعي لأخذ رأيه إطلاقا. أنت لا تريد أن تفهم، إنه أمر مكتوب. هيا واستعد للمثول بين يدي الملك شكرون، ونفذ ما قلته لك تماما. في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة، هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل هدفت هذه الأخطوبة حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة، هل عاشت أم كانت أوهام؟ الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير إلى عشرة. الراوي قد يلبس عطرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير إلى عشرة. مستمعي فكر وتصور وتمتع حيلا وتنور، مستمعي فكر وتصور وتمتع حيلا وتنور. وإذا كنت ذكي الفطرة اضحك في الحال عن العبرة. كان يا مكان، وتذكر هل حدثت هذه الأحدود حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة، هل عاشت أم كانت أوهام؟